أيها الإخوة الكرام، الآن ينادى لصلاة المغرب. الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ عادل كاتب. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه.